احتفل أبناء الرعية القبطية الأرثوذكسية في كنيسة السيدة العذراء والقديس ماري جريس بعمان بالليلة الختامية لصوم السيدة العذراء، حيث أقيمت قداسات ترأسها القمص أنطونيوس الصبحي راعي الكنيسة بمعاونة القس ميخائيل ثابت والقس شنودة حكيم والشمامسة والمرتلين. أعطانا إياك في شخص الحبيب. وابتدئ بما يعرف بالنهضات، وهي عبارة عن عدد من الصلوات والتماجيد والتطويبات الخاصة بالسيدة العذراء. بعدها قدم القمص أنطونيوس العظة التي تحدث فيها كيف علينا أن نغير مسار حياتنا الخاطئ والمعاكس والهروب إلى الله، وأن نعمل من أجل إصلاح ذواتنا، مبتعدين عن خطيئة الإدانة وذم الآخرين والأنانية. فالقرب من الله يغيرنا داخليا وخارجيا. وعلت أصوات الترانيم والتسابيح للقساوسة والشمامسة والمؤمنين أمام موكب دورة أيقونة السيدة العذراء، رافعين صلواتهم للأم الوالدية طالبين شفاعتها. وفي ختام الاحتفال الروحي، أحيت جوقة الكنيسة بقيادة الشماس بطرس القس ميخائيل أمسية ترانيم للسيدة العذراء. يا أم الرجاء والحب الجميل، يا باب السماء يا مريم حبك السبيل. من الحشا العفيف لمريم والدة الإله انفتح لنا ملكوت السماوات، لذلك صار انتقالها إلى السماء سبب فرح لكل المؤمنين الذين تلقوا بذلك الضمانة أن كل الطبيعة البشرية في شخص مريم أضحت حاملة للمسيح ومدعوة لأن تسكن في الله.